بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر الجمهور الغفير اللي جاء ازر الفريق من البدايه حتى النهايه، والحمد لله سميتو مدينه زايون الان تتفتخر بفريق اللي تيضرب لي الف حساب. الان بقات لينا مقابله وحده باش نكملوا الدور الاول، ومن بعد غادي يولي خدمه اخرى، من بعد غيلتحق باللاعب الافريقي، يلتحق بالمجموعه، غادي نولي غادي نبرنوا على مستوى احسن من هذا. وهذا الشيء راجع للمكسب المسير اللاعبين، وهذا النجاح تيرجع للمكسب المسير واللاعبين والجمهور. وتنشكر جميع الفعاليات ديال المدينه اللي تدعم الفريق، وتنتسناهم باش يزيدوا يدعموا الفريق. اولا المكسب المسير واقف تيوقف من 2 حتى يوم المقابله على كل صغيره وكبيره باش يهيئوا الاجواء اللي تخلي الفريق يحقق نتيجه ايجابيه، على راسهم السيد الرئيس باش ما ننسى حتى واحد، الكاتب العام الماحي مخلص عز الدين كريم ومنعم، هذه المجموعه كامله تتصارع على النجاح ديال هذا الفريق. وحنا غاديين بثبات تنلعبوا مقابله، وتنتمناو الجمهور ديما يأزرنا في هذه المقابلات اللي حيت هو الداعم الاول للمجموعه اللي تتزاول كره اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقابله ضد فريق زايون كانت اجواء اخويه، وحنا الفريق ديالنا كاو اتليتيك كره اليد فريق عاد شاب، عندنا السنه هذه من التكوين ديالو من التاسيس ديالو، ونتمناو كل التوفيق لفريق زايون ان شاء الله، بالتوفيق والجمهور هذا اللي كنشاهدوا كيمتاز بالروح الرياضيه. وشكرا لجميع المكونات نادي زايون. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا الموقع تاعنا المتميز zayoncity.net، كنشكروا كذلك كل من ساهم في الفوز بهذا اللقاء هذا، الجمهور العريض نتاعنا، الاباطره والاخوياء اللي كانوا حاضرين معنا هذا النهار بقوه، كل المكونات نتاع الفريق، مسؤولين مسيرين طاقم تقني ولاعبين. كنشكروا كذلك الجهاز الامني اللي ما كيبخلش علينا بالدعم نتاعو طيله المقابله. كما شفتوا النتيجه انتهت بواحد الفوز عريض نتاع الفريق، انه نكونوا في حسن الظن نتاع الجمهور اللي طالبنا اليوم بالصعود ان شاء الله القسم الموالي. احنا رحنا غاديين في الطريق، كناكدوا لكم باننا رحنا غاديين في الطريق الصحيح ان شاء الله، وغادي نوصلوا باذن الله اننا نحقوا الصعود. كنطلبوا دائما المسانده، هو ان الفريق راه كيدع ديجا طعام الفريق بلاعبين، وعندنا لاعب اللي راه مسني معنا من الكابون هذه مده 3 ولا 4 اسابيع، وكان وعدكم بانه غادي يكون في المقابلات القادمه. لماذا؟ لاننا باغيين نطلعوا كما طالبتونا به. نشكركم مره اخرى، ونقول لكم ادعوا معنا تكون المسيره تاعنا موفقه ان شاء الله هذه السنه، وما يكون غير خير. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.